الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوالدين والحاضرين. كتاب أدب المفتي المستفتي للإمام الحافظ المحدث أبي عمر عثمان بن عبد الرحمن شقي الدين بن الصلاح المتوفى سنة 643. الأول الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته فرض كفاية لا يتآتى. تنبيهات الأولى قال ولا الأول؟ الأول. طيب أيوة تفضل. الأول الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته فرض كفاية لا يتأدى به. وجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود. وأقول إنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى. أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى. وإنما يتأدى به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى. وإن لم يتأدى به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى. لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق. فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض فيها. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن إن المفتي المستقل لما ينقل عن المفتي المطلق فيكون له مقلدا، فبذلك يكون قد أدى حق الفتية لكن لم يؤدي حق استمداد هذه الفتية، يعني ما زال مقلدا لشيخ الذي هو ينقل عنه. نعم. التقرير على الصحيح بأن تقليد الميت جائز. نعم. ثاني، على اعتبار أن تقليد الميت من العلماء أنه يجوز، تقلد الشيخ بن باز وقد مات الشيخ الألباني وقد مات، ما دام قد بنى على أسلوب صحيح في استمداد الفتوى. نعم، لكن ليس لك أن تقلده على ما كان فيه من إيش؟ من الخطأ. نعم. الثاني، قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص كما تقدم في النوع الذي قبله. يعني ممكن يكون عندنا مجتهد مقلد لكن يأتي في مسألة يستقل ويخالف من قلده، ما يمنع ذلك، ما في مانع. نعم. والله أعلم. الثالث، يجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه بإمامه بما يخرجه على مذهبه. هذا هو الصحيح الذي عليه. يعني مثلا مسألة نازلة لم تكن موجودة في المذهب أو عند الإمام الذي هو يقلده في الفتية، يجوز له هنا أنه يستقل عنه أو أن يخرج عن المذهب في هذه المسألة ولا حرج في ذلك. نعم. فإليه مسجع المقيم من مدد مديدة. من مدد. يعني قال هذا العمل عليه أهل الفتوى منذ قرون طويلة. نعم. فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا المحيط بقواعد مذهبه، المتدرب في مقاييسه وسبل تصرفاته، متنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة منزلة المجتهد. نعم. يستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه، وهذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك. يعني هو الآن يقلد الشافعي رحمه الله أو يقلد الشافعية في مسألة، ثم ممكن يخرج عنهم في مسائل أخرى، ما يمنع ذلك منه أي شيء. نعم. فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة
الممهدة. نعم. والضوابط المهذبة. 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 ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه. نعم. ثم إن هذا المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له. المفتي ولا المستفتي؟ المستفتي. ثم إن هذا المستفتي. المستفتي. ثم إن هذا المستفتي. يعني الذي يطلب الفتية. فيما يفتي. به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له. نعم، مقلد الإمام الذي نقل المفتي عنه الفتوى، يعني هو يكون مقلد للشافعي، وإن كان الذي نقلها زيد أو عمرو من الناس الذين يتبعون مذهب الإمام الشافعي. نعم. قطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن الجويني في كتابه رحمة الله عليه الغياثي. والغياثي. الغياثي. أيوه. وأنا أقول هذا ابن الصلاح. أيوه. وأنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله. نعم. لأن ما يخرجه أصحابه فيما يخرجه أصحابنا رحمهم الله. الشيرازي شافعي طبعا. نعم، من شافعية. أيوة. على مذهب الشافعي رضي الله عنه، هل يجوز أن يرسل إليه؟ واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز أن ينسب إليه. أن ينسب إليه، يعني قال اللي يخرجوا أصحابنا الآن على مذهب الشافعي، هل يجوز أن نقول قال الشافعي؟ قال لا، إنما هذا قول أصحابنا، عشان كده تلقى أنه يقول لك قال أصحابنا، ما يقول قال مين؟ الشافعي. لما تلقى المسألة دي عند كتب الفقهاء يقول لك قال أصحابنا، سواء كان النووي أو الحنابل أو الأحناف أو المالكية، معناها متتبع المذهب وليس هو قول صاحب المذهب. نعم نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب.